هلا وشلونكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. انا نورهان خان مقدمه برنامج تعرف على هايسنز المدعومه من قبل شركه طيوان جروب. شنو هايسنز؟ وين سامعين بهذا الاسم؟ تعالوا اعرفكم على شركه هايسنز اللي تم تاسيسها في عام 1969 بالصين، وبدت اول رحلتها هي كمصنع صغير للراديو. من بعدها بدت تدخل بعالم التقنيات والتكنولوجيا وبدت تتطور وكسرت كل الحواجز، وشعرها هو انه عملنا هو اللي راح يجعل حياتك اسهل وافضل واكثر رفاهيه. خليكم ويانا حتى نتعرف اكثر على هايسنز. هدفها الوحيد هو سهوله توصيل احدث تقنيات الاجهزه المنزليه للجميع من خلال تصاميمها الجديده والخبره في صناعه المنتج. لخمس عقود هايسنز تهتم بتطوير الأجهزة الإلكترونية، وقدرت تكون أحد أنجح الماركات الصينية بالعالم بعد كسر أرقام قياسية في مجال التطور التكنولوجي. منتجات هايسنز تباع في أكثر من 130 دولة، وهايسنز تعمل مع 14 أرقى مصانع الإنتاج الدولية في أوروبا، بالإضافة إلى 12 مركز للبحث والتطور في العالم. هايسنز تريدك تحب المنتج، لهذا هي تهتم بالمنتج وبالجودة العالية حتى يبقى وياك لأطول مدة ممكنة. هناك عدة ماركات عالمية مثل كيلون، رونشن، توشيبا، جورنجي أو جورانيا، كلهم يجتمعون تحت اسم واحد وهو هايسنز. هايسنز هي الأولى في الصين لمدة 13 سنة في مجال الشاشات التلفزيونية، وأيضاً حصلت على المرتبة الأولى في أستراليا وأفريقيا الجنوبية. احتلت ثلاجات هايسنز المرتبة الثانية في الصين وأستراليا، وأيضاً احتلت المرتبة الأولى في أفريقيا الجنوبية. وفي يومنا هذا هايسنز تترأس تقنية تكنولوجيا عرض الليزر في العالم، وأيضاً تقنية الـ ULED في الشاشات التلفزيونية. حبايبنا لا تنسون سووا مشاركة للفيديو وتاقات لأهلكم وأحبابكم وأصدقائكم وأيضاً العرسان الجدد حتى يجون ويشترون هذه الأجهزة اللي أكثر من رائعة من هايسنز. وأيضاً سووا مشاركة للفيديو، ورح نكون بانتظاركم تتواصلون ويانا على مواقعنا بالتواصل الاجتماعي. رح نكون هسه بانتظاركم، يلا هسه تراسلوا ويانا يعني.